السلام عليكم الشباب، معكم رضا. وفي هاد لاباج ديالي غادي تلقاو مجموعة ديال المطاعم اللي جربت في المغرب، أكادير، مراكش، كازا، الرباط وباقي مدن أخرى إن شاء الله. وما غتلقاوش فقط تقييم ديال المطاعم في المغرب والمقاهي، غتلقاو حتى البارتاج ديال لي زوتيل والبلانات الزوينين بحال الرياضات والأثمنة زوينة وبجميع لي بيجي. يعني أي واحد غيلقى راسو في هاد لاباج وغادي يختار البلاصة اللي كتناسبو. وفي هذا الفيديو غادي تلقاو مجموعه ديال المطاعم اللي جربت، ما بين الفطور، الغداء، وحتى البيتي، وبلايص فين يقدر الواحد يتعشى. هادو كلهم كاينين في كازا. يلا نكتشفوا اشنو جربت وشنو الراي ديالي فيهم. والى عجبوكم الفيديوهات اللي كنقدم، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وديروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر الفيديوهات. الدعم ديالكم مهم. إطار فين يقدر الواحد يفطر، وخصوصا في كازا. جيت جربت مدام اي مونسيو اللي حدا بورغون، وهذاك الشارع هو بولفار الزرقطوني اللي كيدي التوين سنتر. في الفطور تيقترحوا مينيو برانش اللي كيبدا من 49 درهم، ولا اربعة الانواع ديال لي فورميل الفطور ابتداء من 25 درهم. بالنسبه للاثمنه ديال الفطور جاتني في المتناول، واللي عجبني هو لو سيرفيس ما كيتعطلوش وتيستقبلوك بابتسامه. هنايا جربت جوج الانواع ديال لي برانش، الفرنشي والماروكان. الفطور متكامل ما بين الكربوهيدرات، البروتيين والبنه كاينه. جربت واحد من احسن لي ريستو كافي اللي كاينين في كازا على حساب السيت ديال تريب ادفايزر، واللي عطيهم نقطه ديال 3.5. الريستو شيك والديكور عندهم الداخل واعر. الريستو اسميتو لو ماغلي، كاين في بولفار مولاي رشيد. جربت دو بتي ديج سومون غراف لاكس داير 95 درهم، وبتي ديج او في افوان ب 85 درهم. اللي عجبني هما الفطورات منوعه ومتكامله وكانوا كيشبعوا واخا الثمن طالع، والسيرفيس كان بروفيسيونيل. اللي ما عجبنيش البيني والميلفي ما كانوش بنان. عطونا الراي ديالكم في هذه القهوه، ما تنساوش بارطاجيو الفيديو. جربت واحد القهوه لي انستغرامابل، غادي تعجب البنات، كلها غوز من الداخل. والقهوه اسميتها كيكي، كاينه في كازا فراسين المعارف، وعندهم حتى هاد لونطري من شارع بولفار الزرقطوني اللي فيه التوين. البلاصه زوينه، واول مره كنشوف شي حاجه بحال هذه من ناحيه ديال الديكور. جربت جوج ديال الفطورات، اكسبريس وكونتينونتال. هذا كونتينونتال داير 69 درهم، والاكسبريس داير 49 درهم. اللي عجبني هي البلاصه راقيه، بريزونطاسيون ديال الفطور مخدومه. واللي ما عجبنيش هو اتاي ما كانش بنين، ما فيش مذاق نعناع، والفينوازغي ما كانش بنينه. جربت لكم ميستر تشيكن اللي كيدير دجاج مقرمش بحال كا اف سي، كاين في بورغون الدار البيضاء وقريب البيتزا الحبيب. تقدروا تجلسوا لتحت وحتى الفوق اللي فيه واحد جليسة زوينه. عندهم منيو منوع، ولكن كل شيء دجاج ما بين ساندويتش، برجرز، تاكوس. وبالنسبه للاثمنه ارخص شويه من الكا اف سي. خديت راب تويستر ب 39، وخمسة القطع ديال التندرز ب 32. انا خديت سولو كيجي معاه غير الفريت. التندرز كانوا مقرمشين وبنان وكيعطوا معاهم دي صوص، والراب كان عامر والحجم ديالو كبير يستاهل. اللي ما عجبنيش هو قرعة الماء صغيرة، حس بينا بسبعة دراهم. وانتم جربتوا هاد البلاصة ولا مازال؟ عطونا الرأي ديالكم. جيت نجرب بوكا بيسترو اللي كاينين في كازا، وبالضبط في جنان كاليفورنيا. جاو في هاد البولفار ديال ابن رشد قريب البول ديال كاليفورنيا. هما ريستورون بيتزيريا، والداخل عندهم منظم ونقي، والديكور عندهم راقي. تيديروا حتى لي كريب ولي جو، وهذا هو المنيو ديالهم. منيو منوع ما بين برجر، ساندويتش، دي بلا، والاثمنه مناسبه. جربت بلا بوكا بيسترو اللي داير 45 درهم، في اربعه القطع ديال صدر الدجاج مقرمشه، لي بات والخضره، وسلطه بوكا بيسترو اللي فيها الكروفيت، لافوكا، البيض، شاركوتري، ساندويتش ميكست واللي طايب فوق الفاخر وفي واحد المذاق روعه. وتيديروا حتى لي كرياد. خديت هاد البروشيت مرقز وكان بنين، اطباق مقدمه بطريقه زوينه، وواحد المذاق اللي كاين فهاد صدر الدجاج مقرمش الروعه، كيجي زوين بهاد لاصوص. وتيديروا حتى لومبورتي. هذا الريستو في كازا طايحين عليه غير العشاقه. تيقدموا اطباق وشهيوات مغربيه اللي تلقاوها غير في الديور، وما شفتش بزاف ديال المطاعم المغربيه تيقدموها. هو مطعم وتريتور اسمهم سافور دو بالي، وكاينين فراسين بالضبط في هاد الزنيقه اللي تتخرج البولفار محمد الزرقطوني، والزنيقه مقابله مع تي بريميوم. المطعم اللي كتدخل ليه كتحس باللمسه المغربيه، ما بين ديكورات ولي طابلو، وفي حتى صالون على الطريقه المغربيه. خديت صالاد فرواد اللي هي عباره عن زعلوك، تكتوكه، سلاويه مشرمله وترجله، واللي كانوا بنان. واول مره غادي نجرب هاد الصالاد اللي هي فول قناوه، واللي كانت روعه. كذلك اول مره غادي نجرب طاجين ديال لسان البقري بالبطاطا، واللي كان رطيطب وبنين. كنصحكم تجربوه. وعندهم حتى طاجين المعزي مسلاله، واللي كتذوق المذاق ديال المعزي. واخر شهيوه هي الحمام باللوز، والموني كامل غتلقاو في الاخر. المريقه ديالو كانت خاطره وروعه. وانتم عرفتوا هنا. جيت نجرب كافي ارابيكا اللي كاين في كازا، وبالضبط بولفار اونفا، وهذا هو الشارع. ارابيكا الكونسيبت ديالها داير بحال ستاربكس، وهي الاصل ديالها من الجابون،
ولي ديكور اللي دايرينو مينيماليست وسامبل، اللون ديالهم هو الابيض، وعندهم الكافي بيان سور هو البرودوي فار، وعندهم دي برودوي اخرين بحال عصائر وحلويات. القهوه تيقادوها قدامكم في هذه الماشين اللي كتشوفوا، وهذا هو اللوغو ديالهم اللي شفتوا. هذه لا تيراس واللي كبيره شويه، جربت سبانيش لاتي وكافي لاتي، لوغو تقريبا ديالهم تقارب. بالنسبه للاثمنه عندهم شي شويه غاليه، وانتم عجبتكم هاد البلاصه تكون جربها قبل. هذه وحده من لي كافي اللي عندهم اطلاله زوينه على هاد النافوره ديال موروكو مول، والكافي اسمه ميتروبوليتان، ماشي بزاف باش حلو. الكافي زوينه من الداخل، ولكن مع الاسف من أسوأ لي سيرفيس اللي شفت. بقينا كنتسناو نص ساعه باش يجيبوا لنا المنيو، و45 دقيقه اخرى باش توصلنا لا كوموند، وبزاف الناس بقاو كيتسناو ومشاو فحالهم. الا حلوا هاد المشكل ديال السيرفيس غادي يكونوا من احسن القهوي اللي كاينين في موروكو مول. التشيز كيك اللي خديت كانت زوينه وبنينه، الموخيتو ناتور كان عادي جدا. وانتم جربتوا هاد البلاصه عطونا الراي ديالكم، وما تنساوش ديروا فالو. هذه وحده من لي تيراس زوينين اللي جربت مؤخرا، وعندها اطلاله على البحر، كاينه في الكورنيش ديال انفا، واسميتها لا كاسكاد. الريستو فيه دو تيراس، وحده لتحت وحده الفوق. عندهم كوزين انترناسيونال، وباش تجلس خاصك مينيموم تكونسوميا اونتخي يا ديسير. خديت ميل فوي فخوي روج ب 70 درهم، وسموزي فيتامين ب 60 درهم. ما عجبتنيش الميل فوي حيت انا من العشاق ديال الميل فوي كلاسيك، سينون بواسون كان زوين. عموما البلاصه تستاهل من ناحيه ديال لافي على البحر، خصوصا ملي كتقابل مع منظر الغروب.